شنو؟ الساعة بالأربعة الفجر، صدق تحكي؟ ما من اعطاك اياه؟ انا لبسته بعد شلون لبس لحظي؟ الله شوفي شلون لبس. يلا هسه أذن الساعة بيش هسه بالأربعة؟ اي هسه راح نروح. ما تروحين صدق ولا تشربين؟ حنوش اعطيني بوسه اعطيني بوسه. والله بسير بيها والعلي وخلاص. ان يومين ومشى وش حاله طالت سنه يمكن تقضي حياتك سهر ودموع وعتف. لا تحير بابا دايماً شيء يسوي بابا نعسان اثار النعاس ما ترى عليك. هنجي على الثامن انا لا وين فيها. بالسلامة بابا بالسلامة 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 بابا ان شاء الله بالسلامة. يوم البراءة ان شاء الله خلاص. الطفل المسكين وامه ما تنام. نايميه نايميه للطفل المسكين. الجهل كلهم نايمته فوق وياهم. ماما انا ورا بتول لا تنسيني. والله صعبة صعبة فرايدكم صعب. شوف صراحة عروقة بكي ماما. ماما أنا ورا بتول لا تنسيني. ماما أنا ورا بتول حرام لا تنسيني. بس خل نشوف إيش تبكين خل نشوف إيش من تروحين شلون تبكين. خل نشوف إيش خبيثة. خفتي. أنا أعرف إيش مقولة لأن بامي منو أكل. إيش خبيثة إيش بدي أسوي؟ ما أدري. سرعة تبي خالدش؟ والله لا يوفق لنجاحك إن شاء الله. صباح الخير شلون الامور شلون زين انا خليته هنا انا انا لا بدي خليني هنا على مو زيادة الوزن. لا ما عندي ما عندي. عندك زيادة الوزن. أمال. إيش تسوي كواليس يا جماعة؟ لا هالمرة تعبتي. هذا. مع السلامة تصبحون على خير برا وسرا. والله بنات محسن غيري وقعد الراحة كل ساعة يا رايحات يا جايات. مع السلامة بابا نشوفك بميونخ. هاي أني ماما مع السلامة نشوفك ببرلين. أم الحبيبة ماما بس تبكي بس تبكي ماما دموع. Thank you.
Now we will show you how to close the buckle and how to tighten the belt, and this is the way. ننتظر الجنط هنا، هاي الرحلة مالت بغداد. بس صعدت الجنط اثنين وبقت عندي بس الفرشة قاعدة انتظرها لأن الأغراض طلعت كلها ونروح. هاي الصورة إلك سويتها. اشتاقيت لكم والله، ما حد كان دا يسوي لي شعري، يعني بالقوة مني ورا أسوي له هذا كله. وحاطين الكاش ماي، حاطين مدينة الألعاب، ورحت أنا لمدينة الألعاب وربحت هاي. على كيفك بيها شوف دانات قزاز. هاي كانت مع الربح. إي ربحت هاي وحطيتها هنا. To me. On.
هسه طبعا احنا راح ناخذ كباب وحيدر ويا تمن هذا انا بس تمن هاي تمن تمن وكباب حيدر الله يعافيك الله يسلمك شكرا سيارتي وين سيارتك اختار بياتو هاي لا باي 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 يلا اوكي حطت لايتها وبيها كتاب تهتهف نعم واو كلش حلوة هاي تمشي ليكي لازم نرجعها لي ورا ايه واو قلاداته على انا رودية تقول يومي اردنا للمدرسة البس فد اكسسوار بس ما تريد ذهب بس راح اشوف لك اكو شغلة هم ايش ذهب هاي جبتك هدية افتحيها هاي جبتك هدية من ام علي هاي ذهب ممكن نفتح هاي واو هذني واو يخبلان يعني هاي سيت كامل مالت هاي لزوجك اياها هدية ذهب اه شكرا عجبتك؟ يخبل شوفي هذنيت الموديلات يخبلا شكرا بيبي ايد بالباكيت لحمه خبز أسمر لذيذ هذا مالتي شان كبرت هاي مالتها الجذر هياته جوا خليتها أقول النواة بس راح بس أخلي عليها شوية بعد تراب لأنه بارحة مطرت ونزل هذا كله نداس فلازم أزيد عليها شوية شوفوا الافوكادو هذا بعد ما تجذر طلع الساق مالتها كلش ناعم صغيروني فمن طلع تقريبا بهذا المستوى خليناهن بالطين مش انت انا بالعراق رودينا زرعتهن فالشجره راح تبدي تكبر تكبر بعدين مالتها ثمار مو هسه بعد 4 سنين من عمرها لازم يكون عمرها 4 سنوات يلا تبدي تحمل فالله يستر منا الكم سنه نشوفها تبقى عايشه ميته بس انا راح اشوف لكم المراحل مالتها ومن كنت بالعراق زرعت الماما هم جابت افوكادو واقول مو زرعت جذرت الهياب مالت الاسنان خليت شو اسمه خليت العواد منه وخليت الهياب يتاخر هو شهر كامل بالمي بس بالاخير راح يطلع الجذر بس دقيقه اجيب وحده عادي لازم ازرعها هاي شوفوا الجذر مالتها شلون طالع هي تنفتح بعد على مود يطلع الساق مالتها بس الساق هياته منه مبين فراح اخليها اني هالشكل وبعدين راح تنفتح هي من وحدها اقوها هالشكل بس المهم الجذر مالتها بالطين هاي راح ابقيها هيج وهسه راح ازقيها مثل ما تشوفون جبت هاي البذور ماما كانت مره رايحه للسوق وجابت لي بذور مالت الريحان فعلى حسب ما ماما فهمتني انه اوخر الرمل على صفحه الطين قالت اختي فتشي بسيط ورشي صدقني هيج وبعدين هنا حتى يطلع وارجع اسده بس راح اغطيهن انا ما راح ابقيهن مكشوفات
ريحان طلع ما شاء الله من شفته هيجي ما تتخيلون شلون فرحت. وأنا ما كنت أدري، رودينا صاحت علي قلت لي بتقول تعال شوفي الزرع شلون طلع، ففرحت فرحة شديدة لأن أنا الريحان كلش أحبه. وراح أشوف لكم المراحل مالته ما شاء الله، ماكو بس يومين بالضبط من زراعته، وهاي هسه بعد مرور يومين هيجي صار، شوفوا شقد طولت ورجع. هذا يفتر خطي، هذا بقى عندنا واحد، البقية كلها انهزمن وماتن، بقى بس هذا المسكين.